ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في هذه البطوله. واحنا عندنا سقف الطموح زاد شويه بعد فوزنا كمان بالثلاثيه، وعندنا فرقه محترمه وجيده جدا. لكن خلينا نيجي للخبر ده، خبر يلا كوره وحسابهم الرسمي على فيسبوك بيقولوا مصدر يلا كوره: الاهلي ينتظر رد سان داونز على عرض ال 2.5 مليون دولار لسيرينو. انا ما عنديش اي تعليق على الجزئيه دي في الوقت الحالي، لكن كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان كل اللي في صالح الفرقه اتعمل وبيتعمل وهيتعمل من قبل المسؤولين في النادي الاهلي. كل اللي في صالح فريق النادي الاهلي اتعمل وبيتعمل وهيتعمل بالنسبة لفريق النادي الأهلي، وده اللي بيقوم به المسؤولين في النادي الأهلي، طمنوا من الجانب ده بشكل كبير جدا بغض النظر على الأسماء يعني. فده بالتحديد كل ما يتعلق بترند الأهلي. طيب خلينا أقول لحضراتكم كمان خبر مهم جدا، وهو بيتعلق بأن الكابتن محمود الخطيب يسافر إلى الإمارات لاستلام جائزة نادي القرن الأفريقي والأكثر تتويجا في الشرق الأوسط اللي هي جائزة جلوب سوكر، وده أمر طبعا يدعو للفخر، وأكيد النادي الأهلي يعني يستحق هذه، وهنشوف بإذن الله كابتن محمود الخطيب وهو متواجد بما إنه نجم وأسطورة كبيرة جدا في القارة الأفريقية في كرة القدم، مع أساطير كمان كبار هيكون متواجدين في هذا الحفل الضخم، وهم أساطير من مختلف قارات العالم. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. هروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل. يلا.